طلبي هو لما امشي ما تقولوا لمراد اني ام ظالمة وانانية واني تركته مشان احلام. قولوا له اني متت، بدي يتذكرني بالمنيح. عملت لك فنجان قهوة مشان تصحصح. حدا طلب منك تعملي قهوة؟ مو شرط، عملتها من حالي. شربها لترتاح. هلا هي رح تريحني؟ كأنك نسيتي شو كنا عم نحكي كل الليل. ها؟ أنا بس بدي ساعدك مراد. ما بدي مساعدتك. برافو لك، مثل ما كسرتي كسرتي لي قلبي. مبسوطة بالمساعدة تبعك؟ لك انت ما فيك رحمة؟ الله ياخذني لترتاح مني. ان شاء الله موت حتى تخلص مني لاني سبب.